السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ الحمد لله. طيب اليوم رح ناخذ احنا ورقة عمل لمادة العلوم. رح نبدأ حلا هسا. أعطي ستولين. جهزي قلمك. اخذناها احنا بالفصل الاول تمام، بس احنا نرجع نراجع عشان نتذكر احنا حافظين او مش حافظين. تمام اوكي. هلا عندنا اول سؤال، طبعا الكل يكتب اسمه على هون، عند اسم يكتب عند اسم هون، وعندك الشعب اكتبها الف تمام. الكل يكتب الاسم والشعبه. هلا السؤال الاول بحكي لك اكتب الكلمه المناسبه في الفراغ. بدنا احنا نكمل الفراغ بكلمة مناسبة لها. بحكي لك اول سؤال، تشكل فراغ قوام النبات وتحمل اجزاءه عليها الاجزاء الاخرى. ايش هي اللي بتحمل اجزاء النبات كلها؟ ايش هو اسم العنصر من ايش هو الجزء من اجزاء النبات اللي بيمسك اللي بيحمل اللي هو ايش اجزاء النبات عليه؟ شو هم؟ جذور. لا جذور شو بتعمل؟ حكينا جذور شو بتعمل؟ حكينا يا ركان الجذور شو بتعمل بالتلا؟ شو وظيفتها بالتربة؟ شو وظيفتها بالنبات؟ مين يحكي شو وظيفة الجذور؟ تثبيت. ايش حكينا كمان؟ تثبيت النبات بالتربة. طيب بحكي لك بتشكل فراغ قوام النبات وتحمل اجزائه الاخرى، شو هي؟ الساق. احسنت، الساق. الساق هو احنا عندنا الساق بيحمل اجزاء النبات اللي بيحمل الورقه، بيحمل اسم الثمره، بيحمل الزهره، هاي هي معنا. ماشي؟ يعني السؤال الاول عندنا السؤال الاول وهون هون ورقه عمل. العلوم مادة العلوم، السؤال الأول بحكي لك شو هو يعني الفراغ اللي عليه، يعني بتحط عند الفراغ الأول اللي هو الساق تمام؟ حط الفراغ الأول الساق. طيب بحكي لك هون فراغ هي تراكيب تقوم تثبيت النبات في التربة، إيش هو هذا؟ تعرف شو؟ تعرف شو هذا؟ مين يحكي لي؟ من هو الجزء من النبات اللي جمع تثبيت النبات في التربة؟ من هو؟ غير آدم. الجحن الثاني. شو سعيد؟ بحكي لك هي تراكيب تقوم تثبيت النبات في التربة، ايش الجزء اللي بخلي التربة تتثبت في التربة؟ ايش هي؟ تفضلي. الجذور. احسنت. الجذور احنا حكينا الجذور لها وظيفتين صح؟ اللي هي امتصاص الماء والاملاح. اثنين شو هو؟ تثبيت الجذور. تثبيت النبات في التربة. اذا كان في عصر. ايوه صحيح. الجذر يعني تحكي الجذر هو اللي بقوم تثبيت النبات في التربة. ثلاث بحكي لك تعمل الجذور بعض النباتات على تخزين ايش؟ ايش بتخزن الجذور حكينا احنا؟ تفضل. تخزن ايش؟ ايش؟ عرفت مش صعب. شو حكينا الجذور؟ شو بتعمل تخزين؟ شو حكينا من شوي؟ أول شيء إن هي لها الوظيفة الأولى إن هي بتثبت التربة، إذا تثبت النبات بالتربة صح؟ الوظيفة الثانية شو حتكون هي؟ بتخزن الماء والأملاح، يعني تعمل جذور بعض النباتات على تخزين إيش؟ الأملاح، الماء والأملاح. ثلاث الماء والأملاح. بدل
هلال جيم عندكم حطوا ثانية وأول نعم تربيع هو أو ثاني هلا هلا عندكم التربيع هو بيجي الهلال عندكم اللي هو بيكون هيك مكان عنا بيكون وهذا بدل بيكون كامل والتربيع بيصير بيكون نصف بيكون نصف كامل التربيع بيصير بالعكس هون هنقلب باجي وحط هيك تمام الكل عارفوا يكتب هون طلع صحنكم اربع سؤال حاطين الف با جيم الكل عارف انه مش هي طيب بس استني هاي معكم يلا عدة انواع السيخان السيخان في عندنا لها انواع لها اكثر من نوع ايش انواع السيخان احنا عندنا مين يجاوب غسل غير ذات تيمة تلين بدي حال إيه جديدة جديدة عن أربعة صح عندكم تحت ألف باجين تحتيها خط عندها أكتري مش جنب أربعة بالضبط أكتري هون تحت على فراغ طيب مين يعطيني تفضلي أشواك شو عندنا أنواع السيقان شو أنواع السيقان ثلاث أنواع السيقان شو هي؟ الساطع الساطع عندنا لك النباتات في عندنا حكينا ساط مثل الإبرة لا مش مش أو مش بالأولاد مش الحلقة الساط الساط تفضل الساطع المستطعمة القائمة يعني القائمة والزاحفة والمائلة والمتسلقة يعني اسمها مش المائلة طيب خمسة رح تكون اللي هي الساق اللي عنا القائمة وعنا هاي أنت ألف هم حطوا ماشي باء عندكم حطوا المتسلقة جيم الزائفة يعني القائمة والمتسلقة والزاحفة تمام؟ ثلاث أنواع للسيقان مين أنا رجع عدد لي إياها؟ مين رجع عدد لي إياها؟ بدي عيد جديد يا دالي احكي لي عدي لي أنواع السيقان كم مرة؟ القائمة أحسنتي؟ المتسلقة الزاحفة الزاحفة أحسنتي مين كمان رجع لي إياها؟ يا ركان؟ المتسلقة أحسن. بقى إيش أنواع شو دولا؟ أنواع إيش؟ أنواع شو حكينا؟ الساق. أنواع شو الساق؟ الساق إلها ثلاث أنواع. طيب. السؤال السادس بحكي لنا عدة أمثلة على الآلات البسيطة. الآلات البسيطة أخذناهم إحنا. المحنة قبل الأخيرة. إيش عندنا آلات بسيطة إحنا أخذناهم؟ الآلات البسيطة شو هم؟ أمثلة عليها بدنا. من بدك تذكرهم؟ ملعقة. آلات بسيطة، في عندنا ملعقة. ممكن. هاي بتفرق لهم. العجلات. البكرات هي. البكرات. بنعمل هيك العجلات. العجلات، أحسنت. والهيكل. أحسن، أعطي لفن ثاني. الرافعة. الرافعة، الروافع يعني نحكي. إيش كمان؟ يعني هاي هيك بتكون. مين يحكي لي يا تفضلي؟ أحسنت سطح المائل يعني عن سطح الحوض هم حاطين لي ثنتين حط أي شيء بدك إياه حط أنت هيك ستة ألف الروافع وعندنا باء السطح المائل السطح المائل ممكن تحط بكرات او عجلات عادي مش مشكله بسيط يعني بس هو لو سمحتي لو سمحتي خليني اكمل كمل كمل راح احكي لكم بس فهمتيني وعادي يلا الكل يكتب كتبتي يا تالا شو عملتي هاي هلا بدك عندك تكون هلال تربيع بدك هلال
يلا نكمل هسه. ها السؤال الثاني بحكي لك قارن بين الحالات المادة الثلاث. ايش هو حالات المادة احنا عندنا؟ ايش هو حالات المادة؟ تفضل. احسنت. بنقارن ما بينهم بين الشكل والحجم. ماشي نشوف الفرق بينهم. طيب هلا الصلبة عندنا ايش حكينا شكلها بكون؟ شو حكينا شكلها بكون؟ هيك قوي صلبة. تمام بس شو بكون شكلها؟ مين؟ تفضل. ثابت. احسنت. وحجمها؟ برضه ثابت. هلا الصلب ثابت الشكل والحجم. الصلبة عندنا هون بتكون الشكل عندنا ثابت وعندنا الحجم برضه ايش؟ ثابت. تمام؟ عندنا الشكل والحجم بتكون ثابت ثابت. طيب في الحالة السائلة، في الحالة السائلة عندنا ايش بتكون شكلها وحجمها؟ مين يحكي لي شكل شو بتكون؟ تفضل ريما. الشكل ايش ماله؟ الشكل بس ايش يعني؟ ايش ثابت ومتغير. مين متغير؟ مين ثابت؟ السائل. ماشي السائل مين بتكون ثابت؟ الشكل ولا الحجم؟ الشكل. الشكل ثابت والحجم متغير؟ الحجم ثابت. الحجم ثابت؟ والشكل متغير. أحسن. الشكل متغير، ليش الشكل متغير؟ هلا لو أنت معك مطرة ماء، ماشي؟ وحطيتها في اسمه بصحن كبير زي هيك، بتغير شكل الماء؟ بتغير؟ بتغير بلا. بتغير شكل مرة شكلها بتكون في الطول، لما تحطها في الماء تاخذ شكل الحجم، تاخذ شكل اسمه الصحن يعني. يعني حتكون بالسائل ايش حتكون؟ متغير؟ متغير؟ بالحجم ايش ماله؟ ثابت. ليش الحجم ثابت؟ هو ما بتغيرش الحجم الماء. يعني حجم الماء هو بتغير الشكل. طيب، في الغازية الغازية تفضل يا اسماعيل. ثابت. ايش الثابت؟ ثابت بهذا الشكل؟ تكون ثابت في الغازية. نص 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 انا بعرفها. نص نص اعذرني. مين يعطيني الجواب الثاني؟ نص نص. تفضل سير. متغير الشكل ومتغير ايش؟ الحجم. حكينا بس الصلب بيجي ثابت ثابت، اما الغازية شو حكينا عنها؟ بتكون بتغير الشكل وبتغير الحجم. ونحن نفكر شو ما كان بس باخذ شكل او الحجم. متغير وهو متغير. تمام؟